سيدتي يا سادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى نشرة الثامنة من قناة ليبيا، تقدمها لكم ابتهال المعايضة وأحمد بوغرسة، وتتابعون فيها بالعناوين. قادما من مصراتة أدبيبة يصل صباح اليوم إلى طرابلس. التمهيد لانتخابات ديسمبر والتصدي لجائحة كورونا أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية. حركوا من أجل 24 من ديسمبر يطالب بتضمين الالتزام بالانتخابات في اليمين القانوني، ويدعو دبيبة للقسم والتعهد خطيا بالاستقالة في الموعد. إصابات كورونا في ليبيا تتخطى 1000، والوضع الوبائي في درنة يخرج عن السيطرة. أما في نشرة الاقتصاد تتابعون. رحبت محطة وقود واحدة مقابل 20,000 نسمة، وأزمة وقود تحتاج إلى حل. وحماية لصحة المواطن، حملات تفتيش واسعة على المحال التجارية. أهلا بكم. وصل صباح اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة إلى العاصمة طرابلس قادما من مصراتة، حيث كان في استقباله عميد بلدية طرابلس المركز وعدد من المسؤولين وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني. هذا وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد نالت أمس ثقة من مجلس النواب في جلسة في سرت وصفت بالتاريخية. هذا وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن الحكومة تسعى منذ الآن إلى تنفيذ أولوياتها التي تعهدت بها أمام الشعب الليبي والمتمثلة في تمهيد الطريق لانتخابات 24 من ديسمبر القادم. وقال حمودة في تصريح له إن جائحة كورونا هي الأخرى تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التي وعدت بالتصدي لها وتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين. وفيما يتعلق بعدم تسمية وزير للدفاع، أوضح حمودة إن طبيعة المنصب تتطلب الوصول إلى شخصية توافقية، وهو ما يتطلب وقتا كثيرا. إلى ردود الأفعال المحلية حول منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، حيث قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن منح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية جاء استجابة لرغبة المواطنين في توحيد مؤسسات الدولة. نعم، مبينا في تصريح لقناتنا أن تشكيلة الحكومة التي جاء بها دبيبة جاءت مختلفة عن التشكيلات التي قدمتها الحكومات السابقة وشاملة للمكونات كافة. استجابة لرغبات المواطنين ورغبات الشعب في أن توحيد المؤسسات ضرورة ملحة، وهي قد تعجل من إنهاء الصراع، لأن لا زالت في بعض إنجاز التعبير، لا زالت بعض الأصوات الإعلامية والإذاعية لا زالت يعني تدعم الخطاب الكراهية، فبالتالي كان من الأولى ومن الأجدر بأن تمنح الثقة بهذا العدد. وأيضا فيما يتصل بتشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة الوحدة الوطنية جاءت بطريقة تختلف اختلاف كلي عن تشكيل حكومة الوفاق السابق. من جانبه قال عضو مجلس النواب زايد هادية في تصريح أمس لقناتنا إن الانقسام الذي عانى منه الليبيون في كافة النواحي أثر بشكل مباشر على معيشتهم، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى منح الثقة لحكومة موحدة تنهي هذا الانقسام. الليبيين الفترة الأخيرة في العونة الأخيرة شعروا بالملل
ويأس كل الحكومات القائمة، وخاصة انقسام المؤسسات أصبح يؤثر بشكل مباشر على الأشياء المعيشية أو المباشرة من حيث الغذاء والوقود والغاز، فهذه الأشياء والكهرباء، فأصبحت انقسام المؤسسات يؤثر بشكل مباشر حتى على المواطن. فهناك يعني ونحن في نهاية الأمر مواطنون قبل أن نكون أعضاء مجلس النواب ونشاهد في الأمور كيف تسير. حقيقة الأمر وهذا الشعور راود الكثير من النواب، وتستطيع يعني من خلال متابعة يعني أو قناة إعلامية أو متابعة الإعلام سواء كان بالضبط، هناك يعني خلينا نقول لك اتجاه كبير الليبيين لإخراج حكومة واحدة مهما كلف الثمن. أما عضو ملتقى الحوار السياسي والحقوقية آمال بوقعقيس فقد أعلنت أن اللجنة القانونية ستعقد جلسة مرئية الاثنين القادم لإنهاء الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التي يجب تضمينها في الإعلان الدستوري، موضحة أنهم الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها. وحول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أعربت بوقعقيس أنها خطوة في اتجاه بناء مسار الدولة بحكومة ومؤسسات موحدة. في عدد من أعضاء الحوار يقولوا لازم يضم، لا إطلاق. اليوم نهار اللي طلعت هالحكومة هذه هي انبثقت عن خارطة الطريق، يبقى هذا إقرار صريح من مجلس النواب أنهم هم اعتمدوا الحكومة اللي طلعت من خارطة الطريق، هذا إقرار صريح مش محتاج أي شيء آخر. ايضا احنا الحوار السياسي ارتكز على ثلاث حاجات، حوار الملتقى، حكومه الوحده الوطنيه، وهذه الحمد لله اليوم تحققت ونجحت، رقم اثنين الاقرار بانتخابات 24/12. احنا نسمع في مجلس النواب كل يكرر في 24/12، احنا سمعناه من الرئيس عجيله ومن رئيس الحكومه، هذا البند الثاني قاعد فيه يعني اعلام صريح عليه، هذا التوافق صريح عليه، والحمد لله اليوم اتفقنا ان احنا نستأنف جلساتنا طبعا كلها عبر الزوم، حتكون جلستنا يوم الاثنين لانهاء وضع الرتوش النهائيه، طبعا هي لازم تنعرض على الملتقى بتاع ال 75 في جلسه يعني لايف، فانا اقترحت عليهم انه يا ريت الجلسه بتاعت الاقرار بتاع ما انتهت اليه اللجنه القانونيه في يعني بخصوص القاعده الدستوريه يا ريت نقدروا نعقدوها في سرت، حيكون انتصار كبير. ومن الردود المحلية دائما، حيث عبر مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا عن سعادته بما حققه أبناء الوطن الواحد من مشاركين في جلسات الحوار والداعمين لمسار السلام والاستقرار الذي انتهى بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وبارك المجلس في بيان له للحكومة متمنيا لها التوفيق والسداد في هذه المرحلة التي وصفها بالصعبة، مبديا تعويله عليها للخروج بليبيا من النفق المظلم إلى بر الأمان، كما أكد دعمه ومساندته لحكومة الوحدة الوطنية في مسيرتها بلم شمل الليبيين على كلمة سواء وعن طريق المصالحة الشاملة. وفي بيان له طالب حراك من أجل 24 ديسمبر البرلمان بضرورة أن يقوم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بحلف يمين مضاف يتعهدون فيه بإجراء الانتخابات في موعدها. نعم أحمد، وأن يصحبه توقيع وتعهد قانوني ملزم بإعلان استقالاتهم من مناصبهم يوم 24 ديسمبر القادم. التيام مجلس النواب بعد سنوات من التشظي والانقسام واستجابته للنداءات الملحة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لإنهاء كافة الانقسامات والمضي نحو توحيد المؤسسات كان محل مباركة حراك من أجل 24 ديسمبر الذي شدد في بيان له على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده، مطالبا لضمان ذلك بقيام أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بحلف يمين مضاف يتعهدون فيه بإجراء الانتخابات في موعدها، وأن يصحبه توقيع وتعهد قانوني ملزم بإعلان استقالاتهم من مناصبهم يوم 24 ديسمبر، وأن تتحول حكومة الوحدة الوطنية تلقائيا لحكومة تصريف أعمال. كما طلب حراك من أجل 24 ديسمبر بأن تتعهد الحكومة بتسليم المفوضية العليا للانتخابات ميزانياتها المطلوبة كاملة دون تأخير لتبدأ عملها في التحضير للانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم،
مؤكدا على أعضاء مجلس النواب البدء الفوري بمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية وإقرارها في أقرب الآجال. الحراك جدد في ختام بيانه التأكيد على أن هذا الحراك هو ملك لكل الليبيين، وبأن خطوات ترتيب الصفوف قد تمت من أجل تحقيق الانتخابات في موعدها وعودة الشرعية للشعب الليبي صاحب السيادة في من ينوب عنه. من جهته وجه حراك من أجل 24 ديسمبر في بيان له التهنئة للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة. هذا وحي الحراك مجلس النواب على اجتماعه بالنصاب القانوني وإعطائه الثقة للحكومة، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. وعبر الهاتف ينضم معي مؤسس حراك من أجل 24 ديسمبر جمال الفلاح. سيد الفلاح، أهلا بك إلى هذه النشرة. نعم، أنا أهلا بك سيد محمد، مساءك طيب. والتعديل هو حراك، نحن حراك 24 ديسمبر، وهناك حراك آخر للشباب الموجودين. نعم، حراك من أجل 24 ديسمبر، وكلهم يعني نفس المصلحة. نعم نعم، إذا كانت المصلحة واحدة لا أرى أن هناك مشكلة أيضا. نعم نعم، لا لا لا، لا توجد مشكلة، وكلهم أصدقاء وكلهم شباب، ونحيي نعم فيهم في هذا الحس الوطني. نعم. نعم سيد الفلاح، دعني أسألك هنا، هل سيقبل مجلس النواب هذه المطالبات وهذه الدعوات بإضافة قسم وتعهد للسيد دبيبة وحكومته بالاستقالة عند موعد الانتخابات؟ هو نعم، نحن من خلال ضغط الشعب ومن خلال يعني كل ما يلزم سنضغط به. لذلك إذا كان هم لديهم حسن النية، وأنا أتحدث على حكومة الوحدة الوطنية وأتحدث عن مجلس النواب، إذا كانت لديهم حسن النية فعلا لتسليم السلطة إلى الشعب الليبي في يوم 24 ديسمبر، سيلتزموا بهذه التعهدات، لأن على ما أعتقد أن هذه التعهدات هي ضمان لحق الشعب الليبي. لذلك أنا أحيي بصراحة شباب حراك من أجل 24 ديسمبر لإضافة هذه النقطة، وتعتبر نقطة مهمة، وسنعمل عليها جميعا فعلا، ونضع البرلمان وكذلك الحكومة في مسؤولياتها. نعم، بحيث أن هي فعلا تعطينا حسن النية وتعطينا ضمانات حقيقية من أجل إن فعلا إن تسلم السلطة إلى الشعب الليبي من خلال انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في يوم 24 ديسمبر. لذلك إذا كانت هذه السلطة وهذا الجسم نعم التشريعي للأسف لديهم الرغبة الحقيقية، وأنا أتأكد بأن هذا تحدي وهذا رهان. إذا نعم كانت هناك لديهم رغبة، سيتم الاتفاق أو سيتم الموافقة على هذا البند وهذا الشرط من الشعب الليبي. طيب، وإما إذا كانت ليس لديهم الرغبة فأكيد حتبان من خلال هذه النقطة المهمة. طيب جدا. سيد نعم الفلاح، البيان وحده لا يكفي، هل تأكدتم من تسليم هذه المطالبات بشكل رسمي إلى مجلس النواب؟ نعم، بالنسبة لنا كل البيانات التي تصدر نحن نسلم فيها لأعضاء من مجلس النواب وكذلك الأعضاء من لجنة 75 من أجل، وكذلك حتى الحكومة الوحدة الوطنية نحن سلمنا العديد بيانات عن طريق مكتبها الإعلامي. لذلك نحن كل هذه بياناتي على ما أعتقد أن تصل، نعم، وإن لم تصل بشكل مباشر تصل من خلال الإعلام، على ما أعتقد بأن يعني السياسيين هم مهتمين بشأن عام، وكذلك نعم ما يدور في الأحداث من خلال الإعلام. لذلك نحن كل تحركاتنا وكل بياناتنا تكون معروضة من خلال الإعلام، وكل موقفنا نعم كشارع ليبي نحن نؤكد فيها من خلال الإعلام ومن خلال قنواتكم. نعم نعم سيد الفلاح، دعني أختم معك بهذه النقطة، ودعنا نضع فرضية، إذا ما أجريت الانتخابات ولم تستطع مفوضية الانتخابات تنظيمها، أو إذا واجهنا أي مشاكل لربما، يعني كيف ستستقيل الحكومة وكيف ستلتزم بهذا التعهد الذي سيصبح إلزاميا عليهم حتى وإن لم تجرى الانتخابات في موعدها؟ أنا ما أعتقد لا يوجد هناك مبررات حتى يتم تعطيل فوضية العليا للانتخابات ولا أي من بنود خارطة الطريق، إلا إذا كانت كل هذه العراقيل ستكون مستعلة من أجل تمرير يوم 24 ديسمبر. لذلك على ما أعتقد بأن لا يوجد مبررات لتعرقيل هذه الانتخابات، وكذلك في مسألة دعم مفوضية العليا للانتخابات وأي بند تم الاتفاق عليه من خلال خارطة الطريق الذي حددت لهذه الحكومة في تسليم السلطة يوم 24 ديسمبر، إلا إذا كانت مفتعلة ومن أجل بقاء هذه الأجسام. نعم.
نعم. أكتفي معك بهذا القدر مؤسس حركة نجل 24 من ديسمبر جمال الفلاح، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إلى تزربو، حيث أصدر مجلس حكماء وأعيان البلدية بيانا هنأ من خلاله حكومة الوحدة الوطنية على منحها الثقة من مجلس النواب، حيث أعرب المجلس عن أمنياته بالتوفيق في إنجاز المهام الموكلة لحكومة الوحدة والمتمثلة في توحيد صف الليبيين وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام. دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنح مجلس النواب الليبي حكومة الوحدة الوطنية الثقة، واصفا ذلك بالخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا. وفي بيان له، حث غوتيريش الحكومة الجديدة بالتعاون مع مجلس النواب على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر القادم، ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 من أكتوبر الماضي. كما جدد الأمين العام دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار. تلقت حكومة الوحدة الوطنية اليوم عددا من برقيات التهنئة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، معربين عن مباركتهم لهذه الخطوة المهمة التي وحدت الشمل الليبي. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد سنوات من القطيعة انتظرها الليبيون ليجتمع السياسيون على كلمة سواء، كان ذلك لهم أمس بحصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة أفرحت الشعب، مستبشرين بمستقبل أكثر استقرارا. فجاءتها الترحيبات والمباركات من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد تهنئة دبيبة على منحه النواب الثقة، وصف هذه الخطوة بالمرحب بها نحو الانتخابات في ديسمبر وإنهاء الصراع. وزارة الخارجية الإيطالية هي الأخرى أشادت بحصول دبيبة على الثقة، وقالت إنها نتيجة مهمة ومشجعة للعملية السياسية في البلاد، وستفتح طريق لانتقال مؤسسي فعال باسم وحدة ليبيا. من جانبها، رحبت موسكو بمصادقة مجلس النواب على تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، معتبرة ذلك خطوة مهمة في الطريق نحو تجاوز الأزمة. الشقيقة تونس أصدرت بيانا رئاسيا بينت فيه مهاتفة الرئيس قيس سعيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية دبيبة، وتهنئته بحصول حكومته على ثقة البرلمان، مؤكدا عزمه على فتح آفاق واسعة في كل المجالات بين البلدين. المباركة جاءت أيضا من الجارة الجزائر، حيث رحب الرئيس عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة من مجلس النواب. ومن النمسا تواصلت التهاني، حيث أصدرت بيانا رحبت فيه بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرة أن هذه الخطوة تدعو إلى التفاؤل. وفي استطلاع لآراء المواطنين أجرته قناتنا حول حكومة الوحدة الوطنية وما هي أهم الأولويات المنتظرة منها. نتمنى من هالحكومة أنها توحد مؤسسة الدولة وتنظر للمواطن الكادح البسيط اللي عانى هالمرين في هالعشر سنوات العجاف وما فيهم شريحة المتقاعدين والناس ذوي الدخل المحدود. ونتمنى أن الحكومة ظاهي أن تنظر في حال البلاد وحال وضعها وفي توحيد أمنها وتوحيد مؤسساتها، ونتمنى لها التوفيق. الحقيقة نعتبرها خطوة على الطريق الصحيح. والله حقيقة نطلب ما يطلبه أي مواطن ليبي هو تعزيز الاقتصاد درجة أولى، والتعليم والصحة والبنية التحتية لهذه الدولة بصفة عامة. أن يتق الله في الشعب الليبي والنظر في سعر الصرف ويرفع المعاناة على المواطن. نطلب من الحكومة الجديدة تطبيق ما هو موصوف بأسمها حكومة الوحدة الوطنية، توحيد الشعب الليبي وتوحيد الكلمة الليبية والصف الليبي سواء. العمل توفير السيولة، توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين، وتجهيز الانتخابات في موعدها المحدد اللي هو 24 ديسمبر. نأمل من الحكومة التوحيد الوطن ومصلحة المواطن
والآن المواطن داخل على شهر رمضان ونبو تحسين الاقتصاد وتوفير متطلبات المواطن من اللحوم والمواد الغذائية الضرورية في هذا الشهر المبارك العظيم. طبعا نحن ما يهمناش منين تعمل، من سرت، من طرابلس، من بنغازي، المهم أن تعمل من أجل مصالح الليبيين بصفة عامة وتوحد مؤسسات الدولة لعد ما يتم الانتخابات إن شاء الله في 24 ديسمبر حسب ما يقال. وفي المباحثات الثنائية حول الملف الليبي، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي برنارد إيميه القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها الملف الليبي، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية. وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد اطلع المسؤول الفرنسي على رؤية الرئيس المصري تجاه الأوضاع في ليبيا، مشيدا بالتأثير الإيجابي الكبير للخطوط المعلنة من قبله تجاه الوضع الميداني في الشرق الليبي، الأمر الذي دعم مسار المفاوضات السياسية سعيا للحل الشامل للقضية. استعدادا للاستحقاقات القادمة، زار وفد الإدارة العامة للمفوضية العليا للانتخابات أمس مكتب الإدارة الانتخابية إجدابية. ووفق المفوضية، فإن هذه الزيارة تأتي للوقوف على احتياجات المكتب ومدى جاهزيته استعدادا للاستحقاقات المزمع إقامتها نهاية العام الجاري. وكان وفد المفوضية قد أجرى زيارات مماثلة الأيام الماضية لعدد من مكاتب الإدارة الانتخابية في المنطقة الشرقية. وبرعاية مركز التمكين للدراسات والاستشارات الاستراتيجية، أقيمت ورشة عمل بعنوان الدور الفعال للرقابة والتوعية الانتخابية من قبل المدربين المتخصصين من المفوضية العليا للانتخابات ومفوضية منظمات المجتمع المدني. نعم ابتهال، حيث ستستمر 3 أيام تتبعها دورات تدريبية متواصلة. هذا ويقيم المركز التنموي برامج تدريبية وفق برامج المسؤولية المجتمعية بشكل مستمر بالائتلاف مع الكثير من المنظمات لأداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية. بدينا ورشة عمل بالشراكة مع مفوضية المجتمع المدني وباستضافة مركز تمكين بورشة عمل عن الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني. نتحدث إن شاء الله بإذن الله من خلال ورشتنا هذه على كيفية الرقابة على الانتخابات والتوعية الانتخابية والإعلام الانتخابي، وإن شاء الله بإذن الله مستمرة لمدة 3 أيام. إحنا أول يوم وكيف بدين يعني، لكن كانت تعطي فينا بعض اللي مش عارف يعني شنو ما معنى المفوضية العليا للانتخابات، كيف المشاركة، كيف تكون ناخب أو منتخب، أو كيف يعني اعطينا كيف نعرفوا انه نحن كيف نفهم القوانين الانتخاب، ما هي التشريعات، ما هي المراكز التي في دولة ليبيا. بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالقوات المسلحة عمليات فرز مخلفات الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنا منذ سنوات. النقيب حسن النايلي مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية قال إن المخلفات التي تبلغ قرابة 5 أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة. طبعا نحن جئنا اليوم إلى مدينة درنا تلبية لتعليمات إدارة الهندسة العسكرية بجرد وتطهير هذه المدينة من مخلفات الحروب التي جراء الحروب التي كانت دائرة من ما يعرف بمجمعات بجماعات الإرهابية بتنظيم الدولة وداعش وغيرها. طبعا نحن جئنا اليوم للفحص والجرد داخل المنازل وداخل المستشفيات، داخل القطاعات الحكومية وغيرها.
إلى ملف كورونا وجديد الوضع الوبائي، حيث سجلت ليبيا خلال 24 ساعة الماضية 1073 إصابة بفيروس كورونا وعشر وفيات. هذه الإحصائيات أحمد جاءت حسب تقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد في ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 142671. المزيد في التقرير التالي. ما زال فيروس كورونا يفرد عضلاته ويهاجم أجساد الليبيين بقوة لم تستكن يوما، مسجلا إصابات تعد كبيرة مقارنة بالأسابيع الماضية والتي شهدت نقصا في مشغلات البي سي آر الخاصة بفحص كورونا في أكثر من مختبر رئيسي في البلاد. ليلة أمس أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 1073 شخصا بالمرض ووفاة 10 آخرين، في حين تماثل 778 مصابا للشفاء، مرتفعا بذلك العدد التراكمي للإصابات الموجبة منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 142,000. الرصيد الأكبر من المصابين سجلته طرابلس ب 485، تلتها مصرات التي سجلت 124، ثم مدينة غريان ب 83 حالة موجبة، وباقي الحالات توزعت على أكثر من 40 مدينة ومنطقة. في وضع صحي لا يحسد عليه العالم كله، تتزايد الوفيات وتتراكم الحالات في المستشفيات، وترقب يشوبه القلق والشك حول أخذ المطاعيم رغم أنها أجيزت من منظمة الصحة العالمية وتوزعت على دول عدة، فيما بقيت ليبيا والليبيون في حالة انتظار. وفي درنا مشاهدين، أصدرت اللجنة الطبية التنفيذية بيانا حذرت فيه من خطورة الوضع الوبائي بالمدينة وخروجه عن السيطرة. اللجنة طالبت في بيانها بضرورة تنفيذ توصية اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والمتمثلة في تنفيذ حظر تجول جزئي وإغلاق المنتجعات والمصائف والعمل على تعقيم وتطهير الأماكن الحكومية إلى جانب تطبيق التباعد الاجتماعي وعزل المدن إذا سمح الأمر والإجبار على لبس الكمامات، بالإضافة إلى عدم السماح بالتجمعات في المآتم والأفراح. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد إبراهيم عزوز، رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنا. أهلا بك سيد إبراهيم. وجهتم اليوم بيانا حذرتم فيه من خطورة الوضع الوبائي في مدينة درنا، ضعنا في تفاصيل الوضع بشكل عام. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوضع في درنا، نقدر نقول أنه تحت السيطرة، ولكن تحذيرا لما يحدث في مدن ليبيا خصوصا بعد تقرير المركز الوطني للأمراض ألا الوضع في مدينة درنا الوضع تحت السيطرة، نقدر نقول الحمد لله رب العالمين، ولكن وجب التنبيه والتوصيات والعمل بتوصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وتحذير المواطنين بما رأيناه من استحتار في التباعد الاجتماعي وفي المآتم وفي صلاة الأفراح. طيب سيد إبراهيم، أنتم ذكرتم في البيان خروج الوضع عن السيطرة في مدينة درنا وعدة نقاط تطالبون فيها بتنفيذ حظر تجول جزئي لو سمحت لي، وإغلاق المنتجعات والمصائف وكل هذه الأمور. كيف تقول أن الوضع الآن تحت السيطرة؟ أنا أقول تحت السيطرة، نحن لم نقول أن خرجنا عن تحت السيطرة، كتبنا لتزايد حالات الإصابة في بكورونا في جميع مدن الوطن الحبيب. إذن هو تنبيه فقط، حالات الدخول تنبيه وليس إلا تنبيه، وجب التنبيه للمواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي وإيقاف المآتم وصلاة الأفراح ولبس الكمامة يكون إجباري وعزل المدن إذا سمح الأمر. طيب نسقتم هذا الأمر مع الحكومة بخصوص موضوع تنفيذ حظر تجول جزئي وإغلاق المنتجعات وما إلى ذلك، وماذا كان ردها؟ في تعاون مع المؤسسات وغرفة العمليات وكل ما له العلاقة بهذا الأمر، نعم، خصوصا إغلاق المنتجعات والعمل على تعقيم الأماكن وتطبيق التباعد الاجتماعي، تنبيه للمواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي حتى لا نخرج عن السيطرة. نعم سيد إبراهيم عزوز، رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنا، كل الشكر لك. انطلقت صباح اليوم بمدينة طرابلس ورشة عمل تدريبية لمشرفي التطعيمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية بمختلف أنحاء البلاد، وذلك تنفيذا
لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا. الورشة بإشراف وتنفيذ ومتابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبمشاركة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا ومكتب منظمة اليونسف والمنظمة الدولية للهجرة بليبيا، حيث افتتح مدير عام المركز بدر الدين النجار الورشة متوجها بالشكر لكل الحاضرين على استجابتهم من أجل نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا. ولمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية، أجرى المجلس البلدي لبلدية الجرد الشاطئ زيارة تفقدية لمركز الفلترة للوقوف على الصعوبات التي تواجهه، وذلك بعد ظهور حالات عديدة مصابة بفيروس كورونا، حيث استعرض مدير المركز مع العميد وأعضاء المجلس البلدي آلية سير العمل والنواقص التي يحتاجونها للقيام بواجباتهم بالشكل. قمنا كرئيس اللجنة وكعضو مجلس البلدي زيارة إلى مركز الفلتر العيون للوقوف على آخر التطورات الوضع الوبائي داخل بلدية القرد الشاطي. حقيقة اليوم بالتواصل مع مدير المركز تم أخذ حوالي 7 عينات، 6 عينات طلعت سالبة وعينة موجبة، وحقيقة وقفنا على العمل إن شاء الله يوجد بعض النواقص، لكن إن شاء الله المجلس البلدي وعميد البلدية ورئيس اللجنة إن شاء الله سوف يحاول توفير بعض المعدات الطبية من أجل مواجهة هذه الجائحة داخل بلدية القرد الشاطي. كما وزار عميد وأعضاء بلدية الجرد الشاطئ مركز العزل الصحي بالبلدية الواقع بمحلة تاروت للوقوف على التجهيزات وأعمال الصيانة به. مدير الشركة المنفذة للصيانة أكد أن أعمال الصيانة في مراحلها الأخيرة، حيث وصلت نسب الإنجاز إلى أكثر من 80% من أجل تسليم المركز للسلطات المختصة. إلى صبها، حيث ناقش عضوان مجلس البلدي فيها أبو بكر جماعة وبالحاج علي الاحتياجات المستعجلة للمدينة المتمثلة بمولد كهربائي لمصنع الأكسجين بالعيادة التنفسية ومصنع أكسجين متكامل لمركز عزل عبد الرحمن البركولي، وذلك خلال اجتماعهما مع وكيل وزارة الصحة عبد الرحمن عمير ورئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا خليفة البكوش. الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في سبها خلص إلى تسليم مواد كهرباء للعيادة التنفسية من قبل مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة سامي الشعافي، وذلك في إطار السعي لحل المختنقات التي تواجه المراكز الصحية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا. وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس، تم صباح اليوم تعقيم عدد من المدارس بالفرع البلدي الكريمية التابع لمراقبة التعليم ببلدية سواني بن آدم، حيث تمت أعمال التعقيم من قبل لجنة الأزمة لمكافحة كورونا والإدارة الكيميائية بالقوات المسلحة وبالتنسيق مع المجلس البلدي، والتي شملت رش وتعقيم الفصول الدراسية والمكاتب ومعامل العلوم والحاسوب والمكتبات. نظم قسم اللغة الفرنسية بجامعة صبراتة ورشة عمل تدريبية حول تطبيقات الإنترنت والوسائط المتعددة للتعليم عن بعد. نعم أحمد، حضر هذه الورشة عميد كلية الآداب والتربية ورئيس قسم اللغة الفرنسية ومدير مكتب الاستشارات والبحوث والتدريب ومدير مكتب الجودة وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية. المزيد في سياق التقرير التالي. مواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي وسعيا من قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب والتربية بجامعة صبراتة لتطوير مهارات وأداء أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وطلاب القسم، أقيمت ورشة عمل حول تطبيقات الإنترنت والوسائط المتعددة للتعليم عن بعد. الورشة التدريبية لأجل تعريف الطلاب وأعضاء التدريس القسم وطلاب اللجنة العليا عن أفضل التطبيقات الممكن الاستعانة بها في تنفيذ محاضرات عن بعد. استفدنا من هذه الورشة كيفية دخول الكول ميت وقيام
الطلبة كيفية الدكتور إعطاء المحاضرة للطلبة، كيفية الدخول، كيفية التسجيل، كيفية إعطاء الرأي زي ما تقول، هي قريبة نوعا ما من الواقع العملي. الورشة تناولت آلية التدريب على التطبيقات المهمة التي يمكن من خلالها توثيق المحاضرات والمتمثلة في تطبيقات الزوم والجوجل ميت وغيرها، كما تهدف إلى استثمار وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم، خاصة في ظل جائحة كورونا التي فرضت التعليم عن بعد في مختلف الجامعات العالمية والليبية. نظم مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة أمس لقاء بعنوان إحياء ذكرى وفاة السيد أحمد الشريف السنوسي، استضاف فيه مجموعة من الأساتذة والمؤرخين والمؤلفين للحديث حول شخصية أحمد الشريف ونضاله وجهاده وإبداعه المتميز. نعم، ابتهال اللقاء الذي استمر لساعتين على منصة زوم بإدارة سامي الجوادي شهد مشاركة الشاعر والأديب حفيد أحمد السنوسي راشد السنوسي وعدد من الأساتذة والمهتمين بالتاريخ الثقافي للطريقة السنوسية. هذا وأكد اللقاء على ضرورة تخصيص لقاءات خاصة لتسليط الضوء على اهتمامات أحمد الشريف بالتعليم والتربية والدعوة والتأليف، وضرورة تخصيص أوقات للحديث حول أعلام هذا الوطن أو أعلام هذا الوطن وجهودهم والتعريف الأجيال اللاحقة بكل ما بذله الأجداد لأجل هذا الوطن والآمال المعقودة على هذه الأجيال في المضي قدما للحفاظ على الموروث. وفي موضوع آخر، افتتح فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية سرمان نادي الطفل برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة آفاق للحقوق والتنمية. النادي يستهدف أطفال العائلات ذوات الدخل المحدود للمساعدة في تنشئة أبنائها بواقع 60 طفلا. المزيد في هذا التقرير. بحضور مدير فرع الشؤون الاجتماعية ومراقب التعليم بمدينة سرمان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ولفيف من الشخصيات، افتتح فرع الشؤون الاجتماعية ببلدية سرمان نادي الطفل برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة آفاق للحقوق والتنمية، والذي يستهدف أطفال العائلات ذوات الدخل المحدود والمساعدة في تربية أبنائهم بواقع 60 طفلا، بلغ المسجلون منهم حتى يوم الافتتاح 30 طفلا. النادي يشمل جميع أسر معوزة أطفال المعوزة، اللي هي دورة تنفيذية لهم بالدراسة بمجهودات تعتبر ذاتية، ومن يشكر الناس ليشكر الله. نشكر الموظفين والموظفات الشؤون الاجتماعية على جهودهم وبعض الشركات والمصالح الحكومية. نادي الطفل الذي يهدف بدرجة الأولى إلى إيجاد بيئة آمنة للأطفال للتعليم وتلقي كافة المهارات قبل الالتحاق بالفصول الدراسية، يحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة وفصول تعليمية وتربوية تعمل على تعليم الطالب وصقل مواهبه قبل مرحلة الدراسة الابتدائية. اطلع النائب عن مدينة سرت زائد هدية على المشاكل التي تواجه القطاعات بالمدينة والمستشفى والجامعة وما تعانيه من نقص في الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري القطاعات بالمدينة ومدير عام مستشفى ابن سينا والكاتب العام بالجامعة في مجمع قاعات وغادوغو، حيث تم الاتفاق على وضع خارطة للعمل في المرحلة القادمة مع حكومة الوحدة الوطنية وبذل كافة الجهود من أجل تدليل الصعاب. عقد بمكتب الجوازات بالفرع البلدي انجيلا الغربية ببلدية سواني بن آدم اجتماع ضم أعضاء المجلس البلدي السواني ومدير الفرع البلدي انجيلا وبعض المسؤولين لمناقشة التجهيزات التي تم اتخاذها للبدء في تصوير واستخراج جوازات السفر. نعم أحمد، رئيس مكتب جوازات انجيلا الغربية الرائد حسام الدعاس أفادنا بأن عملية استلام معاملات جواز السفر بدأت اليوم، وسيتم تصوير 100 مواطن واستخراج جوازات سفر لهم، مضيفا أن عملية تصوير المواطنين ستكون كل يوم أحد من كل أسبوع. والحمد لله المصلحة نزلتنا بواقع يعني يوم
إلى مصراتة، حيث نظم فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالمدينة احتفالا بمناسبة افتتاح مكتب الخدمة الضمانية جنوب مصراتة بمنطقة الغيران، والذي سيقدم خدمته لمناطق الغيران وجزير لفئتي المضمونين والمتقاعدين. هذا وحضر حفل الافتتاح رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة وجمع غفير من الشخصيات الاعتبارية بالمدينة إلى جانب عدد من الضيوف والمدعوين. استقبلت مفوضية درنا للكشافة والمرشدات القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا القائد فرج سليم ونائب رئيس المؤتمر الكشفي القائد محمد الفزاني، اللذين قاما بجولة تفقدية في مقر المفوضية واجتمعا بأعضاء هيئة المفوضية. نعم، ابتهال إلى جانب حضور بعض المناقشات التي طرحت من بعض الرواد وقادة الفرق وأعضاء هيئة المفوضية وبحث أوضاعها وآلية الاستثمار الخاصة بمفوضية كشاف درنة، إضافة إلى استعراض المقرات الخاصة بالكشافة والأنشطة المقرر طرحها مستقبلا. جئنا اليوم لمنتجع أميليا لنهنئ يعني وسعدنا وشرفنا حضور المفوض العام على مستوى القيادة العامة اللي هو قائد فرج بن سليم والدكتور مفتاح الفزاني لحضور بعض المناقشات والمشاورات في مدينة درنة. وسعد كان العدد المستهدفين هم قادة الرواد وقادة الفرع وأعضاء هيئة المفوضية، ولله الحمد يعني تم المناقشة في بعض هذه الأمور. زيارة جولة من القائد العام القائد العام للقيادة العامة لمفوضية كشاف درنة للبحث في أوضاع مفوضية درنة من حيث هيئة المفوضية أعضاء هيئة المفوضية ووضع الفرق في المدينة والاستثمارات الخاصة بمفوضية كشاف درنة. تمت مناقشة العديد من الأمور من ضمنها النظام الأساسي، اللباس الكشفي، البطاقات الكشفية، المناهج الكشفية، كل هذه الأمور تمت التساؤل عنها ووصلنا إلى إجابات حقيقة تكون في المستقبل واضحة، وذلك بعد اعتماد العديد من الأدلة للقادة واللوائح التدريبية. أنهينا الملف السياسي والآن نذهب بكم مباشرة إلى الزميلة عبير عويدات وآخر الأخبار الاقتصادية. إليك عبير. شكرا أحمد. شكرا تيهان. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية، والبداية من قطاع الكهرباء، حيث أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال اليوم على الجناح الغربي والجنوبي تبلغ ساعتين، فيما لا يوجد طرح للأحمال على الجناح الشرقي. ودعت الشركة عبر صفحتها بموقع فيسبوك إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، منبهة إلى أنه في حال زيادة طرح الأحمال يمكن للمواطنين الاتصال بالشركة. من جهتها، أفادت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية بتواصل عمليات السرقة والنهب والتخريب لمعدات الشركة من قبل عصابات النحاس من خلال سرقة الأسلاك التي تغذي المواطنين بالكهرباء بشكل يومي. وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك قيام مجموعة خارجة عن القانون بعملية سرقة لأسلاك نحاسية تغذي آبار مياه أحياء الكويفية والفيض والسيما منصور. إلى ملف الوقود، حيث يعاني سكان مدينة رحبات بجبل نفوسة من نقص شديد في الوقود والمحطات، مطالبين الجهات المختصة بضرورة الالتفات إلى هذه الأزمة التي ما زالت تتفاقم دون إيجاد حلول مجدية لها حتى هذه اللحظة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. مدينة رحيبات بجبل نفوسة تعاني الأمرين بين نقص الوقود والمحطات،
فالمدينة التي يقطنها أكثر من 20,000 نسمة لا تملك سوى محطة وقود واحدة، والتي بدورها لا تحظى بكميات منصفة لتغذي كافة احتياجات السكان. والله مشكلة الوقود، احنا تو في محطة الرحابات، هذه مشكلة الوقود، تو خمس ساعتين بالتمام واقف في الطابور، معناها المصالح الشخصية هذه كل ضاعت، المصالح الثانية والعمل، واحد ما عادش حتى يصيب يمشي للعمل، ولا ساعتين معناها مش شوية. ونب الحكومة الجديدة هذه تنظر لنا في الأزمات هذه. بطبيعة الحال وكغيرها من المدن الجبلية، تعد القرى داخل المدينة بعيدة عن بعضها البعض، حيث يجد السكان في السيارة وسيلة النقل الأساسية والضرورية، وها هي ذي أزمة الوقود تقطع سبيل المواطن نحو السعي لرزقه. شوفوا زحمة كإخواني، المحطة هذه اللي هي رحبات، محطة 347، محطة واحدة في منطقة عدد سكانها ممكن ما يزيد على ممكن 27,000 ولا 28,000 نسمة، وازدحام مستمر لعدم وجود توفير البنزين للمحطة. لم يكفي المدينة وجود محطة واحدة فقط، بل حتى المحطة الوحيدة لا يتوفر فيها الوقود دائما، فهي كباقي محطات الجبل تنتظر نصيبها بهدوء، تاركة المواطن لويلات السوق السوداء وغلاء الأسعار. ونبقى في ملف الوقود، فبحضور عميد بلدية الجردة الشاطئ ورئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في البلدية، عقد بديوان المجلس اجتماع مع أصحاب المحطات الواقعة في نطاق البلدية لبحث آلية إيصال الوقود للمواطن والعراقيل التي يواجهها أصحاب المحطات، حيث تم الاتفاق على أن تصل الشحنات من مستودع رأس المنقار النفطي في بنغازي مباشرة إلى المحطات، وأن لا تفرغ الشحنات في مستودع سبها النفطي الذي هو وحسب قولهم سبب الأزمة الحالية. إلى جادو، حيث أقيمت بالمدينة مراسم وضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع خزان مياه خرساني أرضي بسعة 1000 متر مكعب ضمن مشروع أبار المتلوي. هذا وتتولى شركة أكاكوس للمقاولات العامة الإشراف على المشروع المدعوم من شركة ريبسول وشركائها، والذي يأتي ضمن اهتمام المؤسسة الوطنية للنفط بدعم البلديات والمناطق المجاورة لعملياتها النفطية، المتمثل بتقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدات للمساهمة في الاستقرار وبسط التنمية المكانية. وحرصا على صحة المواطن من مضرة المواد المنتهية الصلاحية، قام فرع جهاز الحرس البلدي شفارة بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأغذية بإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تم ضبطها خلال المدة الماضية، حيث تم إعدام كمية من المشروبات الغازية وعدة أصناف من المواد الغذائية وأيضا مواد التنظيف وأصناف من الأدوية. هذا وأفادنا معاون رئيس جهاز الحرس البلدي شفارة بأن هذه الكمية من المواد الغذائية تم ضبطها خلال الحملات اليومية التي يقوم بها أعضاء مراكز وقسم الدوريات بجهاز الحرس البلدي شفارة. تم إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري، عليه تم بالحال مخاطبة جهات الاختصاص الرقابة على الرقابة والأغذية والأدوية والجفارة، وإحضار سيارة ضاغطة لإعدام هذه المواد الغذائية. المواد الغذائية التي تم حجزها من قبل مراكز ونقاط ووحدة الدعم والدوريات الجفارة منتهية الصلاحية، والمواطنين يأخذوا في البضاعة هذه وهي طايحة من 2018 و2020. فنأمل من السادة المواطنين عدم أخذ أي بضاعة إلا ما تأكد من الصلاحية. وفي إطار الحملات التفتيشية التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي على المحال والمقاهي والصيدليات، قام رئيس وأعضاء مركز الحرس البلدي سواني بن آدم بجولة تفتيشية داخل عدد من المدارس والمقاهي والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا. وتم خلال هذه الحملة التفتيش على الشهادات الصحية والتراخيص والتسعير وصلاحية المواد المعروضة، إضافة إلى طرق التخزين والنظافة العامة. هذا وتم إقفال عدد من المقاهي والمحال.
والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أسعار العملات بحسب السوق الموازي لهذا اليوم، ونبدأ بالدولار الأمريكي الذي سجل بسعر الصرف اليوم 5 دنانير و13 درهم، إلى اليورو الذي سجل أيضا 6 دينار و20 درهم، الجنيه الاسترليني سجل 7 دينار و5 دراهم، الليرة التركية سجلت 71 درهم، أما الجنيه المصري سجل 32 درهم، الدينار التونسي سجل 1.89 دينار، والدينار التوني الأردني سجل 7.30 دينار. انتهت النشرة الاقتصادية، العودة إلى الزملاء ابتهال وأحمد. شكرا للزميلة عبير عويدات. وسادتي الكرام، من غدامس نختم محلياتنا، حيث انطلقت أمس فعاليات الورشة التدريبية المتعلقة بالأمن والسلامة في المدينة التي نظمتها شركة الهروج للأمن والسلامة. نعم أحمد، استهدفت هذه الورشة أهالي غدامس وعددا من القطاعات المعنية بهذا الشأن، المزيد في التقرير التالي. في إطار سعي الجهات المختلفة للتوعية بقواعد الأمن والسلامة، نظمت شركة الهروج ورشة تدريبية في مدينة غدامس حول كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث التي قد يتعرض لها الأشخاص في أوقات مختلفة. تشرفنا بتواجدنا بين أهلنا وناسنا في مدينة غدامس الطيبة الكريمة، وسعدنا بما حظينا به من ترحيب وكرم ضيافة، وما لمسناه من حرص واهتمام من كافة المسؤولين بالمدينة، وعلى رأسهم طبعا سيادة العميد قاسم ورئيس جهاز تطوير مدينة غدامس السيد عبد السلام هيبة وبقية الأعضاء الكرام، وطبعا هيئة السلامة الوطنية متمثلة في كافة أعضائها والمركز الثقافي بغدامس. وبصراحة لمسنا أسرارهم يعني على الرقي بمستوى الأمن والسلامة والمحافظة على الأرواح والممتلكات بالمدينة، وحقيقة أن مجهوداتهم قيمة جدا، المجهودات المبذولة قيمة جدا. ونحن هنا كشركة الهروج كشركة متخصصة في هذا المجال نضع كافة إمكانياتنا في خدمة مدينة غدامس. فعاليات الورشة استمرت يومين في قاعة مدرسة عبد الرحمن البوصيري بالتعاون مع مكتب الثقافة وجهاز تطوير مدينة غدامس، وذلك بحضور المهتمين من القطاعات الخدمية والهلال الأحمر وعدد من المواطنين. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. الفاو تكشف كورونا زاد من ارتفاع مستويات الجوع الحادة في العالم. أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال لقائهما في القاهرة على تكثيف التنسيق للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن البلدين يعملان على تفعيل اقتراع السوداني باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في شأن متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في تقرير لها بأن جائحة كوفيد-19 والصراع والأزمات المتعلقة بالمناخ أدت إلى ارتفاع مستويات الجوع الحادة، ما يجعلها بحاجة إلى 1,100,000,000 دولار هذا العام لتوفير سبل العيش لأكثر الناس معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم. وأشارت المنظمة الأممية إلى أنها تستهدف أكثر من 48,900,000 شخص يعتمدون على الزراعة من أجل بقائهم على قيد الحياة، وذلك من خلال التدخلات التي تهدف إلى تعزيز الانتاج الغذائي المحلي والتغذية والاستعداد لمواجهة الأزمات والتعامل معها. وقبل الختام مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز ما جاء في النشرة. قادما من مصرات دبيبة يصل صباح اليوم إلى طرابلس. التمهيد لانتخابات ديسمبر والتصدي لجائحة كورونا أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية. مطالبات ودعوات لدبيبة بالالتزام بالانتخابات في اليمين القانوني والتعهد خطيا بالاستقالة في الموعد. اللجنة الوبائية درنا تحذر من خروج الوضع الوبائي عن السيطرة. لذلك سيداتي سادتي نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثامنة لمزيد من الأخبار والتفاصيل. نعم أحمد، تابعوا موقعنا مشاهدينا على الإنترنت libyaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. We'll be right back.